كل الأماكن اللي بيبقى فيها إيفنتات خاصة بسفراء المناخ. فكرة إن أنا يبقى عندي مواطن صديق للبيئة، قرية صديقة للبيئة، فكرة إن يبقى يكون عندي أتحول من الاقتصاد العادي للاقتصاد الأخضر، فكرة إن أنا يبقى عندي مدينة كلها تبقى صديقة للبيئة. قول لي بقى يعني ايه مواطن صديق للبيئه، ويعني ايه قريه او مدينه او نقول مكان جزء من المدينه يكون صديق للبيئه، والتحديات المناخيه اللي ممكن يعني نوصل بيها لفكره الاقتصاد الاخضر او الدوله التنميه المستدامه. وحضرتك ايضا خبير في التنميه المستدامه، ففكره التعريفات زي ما قلت للدكتور في البدايه، حضرتك برضو عرف لنا الأفضل التنمية المستدامة وبعد كده نستخدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم، وكل سنة وانتم طيبين بمولد النبوي والأيام الجميلة فيها نلتقي فيها. طبعا بشكر بيت العائلة المصرية على استضافتنا اليوم، وعلى رأس يعني لجنة الشباب الأستاذ الدكتور أسعد أويس الأستاذ الغالي، وبشكر الأستاذة الدكتورة ناهد عبد الحميد لاستضافتها الجميلة لينا، والضيوف المنصة الكريمة الدكتورة أميرة، الدكتورة عبد المسيح سمعان، والدكتور أحمد طبعا، وجميع القامات العظيمة اللي موجودة معانا دلوقتي، الدكتور محمد عبد الفتاح والدكتورة حنان وكل الأسماء الجميلة اللي موجودة الدكتورة منى. طيب بخصوص المناخ والقضية اللي أصبحت هي القضية الأساسية اللي بتهم العالم كله، ما فيش مؤتمر في العالم بيحضره 120-130 رئيس دولة كل سنة غير مؤتمر المناخ. ليه؟ لأن أصبحت في خطورة على الكوكب، وخطورة على الإنسان، وخطورة على كل الكائنات الحية بسبب ما حدث في ال 220 سنة الماضيين. وكان الدكتور عبد المسيح أوضح بإيجاز عن ما حدث. الحل إيه وإزاي نعيش حياة مستدامة ونتدارك تلك المخاطر؟ يمكن كان لي حظ الجمال عامة لمنظمة الصحة العالمية رقم 77 إن أكون ضمن WG3 مجموعة العمل الثالثة في وضع الاستراتيجي للمناخ، وحاليا مستشار ليهم، لأن المناخ والصحة والزراعة كل الحاجات مرتبطة ببعض. بس تعالوا نشوف المناخ من وجهة نظر فعلية والمبادرات اللي احنا عملناها. أول مبادرة عملناها كانت مبادرة سفراء المناخ، ودي مبادرة في الأمم المتحدة على الموقع المركزي ليها، عملناها في 16/5/2020، وكانت مهدنا للكوب كتير جدا. طبعا مع جامعة عين شمس كانت الجامعة الأولى في هذا الموضوع. عملنا سفراء المناخ، دربنا 10 دفعات، ودربنا من أفريقيا 3 دفعات، وبقى لينا سفراء مناخ في معظم الدول الأفريقية. فكان قبل الكوب 27 بنهدف للتوعية بالمناخ، ويعني إيه المناخ؟ بعد الكوب 27 الأمر اختلف معنا تماماً، إن إحنا إزاي بقى نتحول نحو الأخضر والمنتج الأخضر، لأن بدأت الثورة الصناعية الخضراء خلاص في العالم كله ولن يستطيع أحد إيقافها. في مؤتمر نيوها مشير بروتون وودز 1947 تحول العالم نحو اقتصاد العولمة واهتم بحاجة واحدة، رفاهية الإنسان. المفهوم ده اتغير تماما، مفهوم رفاهية الإنسان استبدل بصحة الكوكب وصحة الإنسان. ازاي نعقد سلام مع الطبيعة الغاضبة علينا؟ لأن ممارساتنا خلال 220 سنة اهتمت بالرفاهية على حساب الكوكب، وده كان منافي لكل الديانات. وعندنا في الإسلام زي ما احنا
نتكلم بنقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب ايه المسرفين. فاحنا من ابتزازنا للكون والتمتع بكل الموارد بتاعته على حساب الاجيال القادمه وعلى حساب الكوكب، فدقنا غضب الطبيعه وبنحارب فيها كل الحروب. فالعالم حس وشعر منذ مؤتمر البيئه الاول 1972 في ستوكهولم، وكان شعاره ليس لنا سوى ارض واحده. ومثلنا فيه استاذ الجليل العالم الكريم الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبه والدكتور محمد عبد الفتاح القصاص. وكان اول مؤتمر بينادي بادخال البعد البيئي في التنميه، وسبقه كان الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص في انه عمل الاتحاد الدولي للطبيعه او للحياه البريه في بعض الدول بيسموه كده، ونادى بادخال البعد البيئي في التنميه. لان احنا بعد المؤتمر العولمه اللي نشا عنه بريتون وودز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمه التجاره العالميه، وما اهتموش غير بحاجه واحده رفاهيه الانسان، اتغير المفهوم لازم نراعي البعد البيئي والبعد الاجتماعي، واصبحت الاي اس جي هي العامل الحاسم في الحياه وفي الثوره الصناعيه الخضراء دلوقتي. يعني لما اجي اقول للاقتصاد الاخضر والرئيس عمت الرئيس وجه اكثر من مره الحكومه المصريه بالتوجه نحو الاقتصاد الاخضر. يعني ايه اقتصاد اخضر؟ هو المناخ عمله واحده ان بزيل الكربون وبراعي البعد البيئي في التنميه. فبوصل للاقتصاد الاخضر بحط رجلي كده في وسيله بتوصلني لاهداف التنميه المستدامه ال 17. يعني لو تخيلت نفسك على خريطه وعاوز توصل لنقطة وصول اسمها التنمية المستدامة، هاخد الوسيلة دي هركب الاقتصاد الأخضر أو الأزرق أو إحدى الطرق الوسائل اللي توصلني للتنمية المستدامة 17 هدف، مكافحة الفقر والجوع والكوب مياه نظيف والحياة المستدامة بأكملها 17 هدف كلكم عارفينها، ومنها التغيرات المناخية. يبقى دلوقتي الوسيلة اللي قدام العالم كله هو النمو الأخضر، ما بقاش نمو عادي عشان الرفاهية، لا، نمو أخضر ليه أبعاد، بعدين بعد بيئي وبعد إيه اجتماعي. فالعالم منذ عام 23 وأصدر قوانين ومعايير بتحتم على كل الشركات النهاردة إنها تقدم منتج أخضر. يعني نبص كده نلاقي 26 يونيو أصدرت أول مرة تصدر معايير الاستدامة العالمية IFRS 1 وS2، ودول بقوا ملزمين لأي شركة في العالم مقيدة في أسواق المال. طب ليه؟ لأن أنا مستثمر جاي من أوروبا يشتري شركة هنا أو يساهم في شركة هنا، فكان في البورصة بتجيب له الميزانية والأرباح والخسائر وبنقول الشركة دي بتكسب ولا لا. أصبحت المعايير دي غير كافية وغير شفافة، ما ممكن الشركة توقف في أي وقت، فلازم تقرير الاستدامة الاي اس جي اللي هو الاي اف ار اس 1 واس 2. لو شركة مثلا بتاع كوكاكولا وعاملة مصنعها في الصحراء، تقدير كمية الميميان وممكن البير ده يقف بعد سنتين 3 4 5، فبالتالي المخاطر المناخيه والبيئيه اصبحت من الضروري الكشف عنها. يبقى تقارير الاي اس جي او زي ما شفنا في اوروبا كده الانهار بدات تجف والنقل بقى صعب، بدل ما كانت بتجيب باخره بتشيل كل الفاليو تشين البضائع بتاعتها، بقت تجيب عربيات كتير جدا والاسطول يتاخر والنقل يتاخر والتوزيع يتاخر ومخاطر مناخيه جامه. فاصبح معايير الاستدامه صدرت من الاي اف ار اس المنظمه الدوليه للمعايير الماليه، وكان بتكليف في الكوب 26 في جلاسكو، ومثل العالم فيها 6 تكتلات اقتصاديه، امريكا والصين واليابان واوروبا وافريقيا
ست تكتلات الكبرى واكبر ست منظمات، وعملوا لجنه اسمها 12 بلس 2 بلس 1. واللجنه دي طلعت المعايير ونزلت في 26 يونيو الماضي، وبقت بلغوا كل اسواق المال في العالم. مين اللي بلغوا؟ مركز الاستقرار المالي العالمي لمجموعه السبعه ومجموعه العشرين، ان لازم كله يعمل هذه التقارير طالما انت في اول سنه من اول سنه 24. وطبعا فيهم جواهم البصمه الكربونيه والمائيه ومعايير التلوث الارض والمياه والهواء والمعايير الاجتماعيه زي السيفتي وكل المعايير دي. واصبحت التقارير دي ملزمه، وانا كنت لسه من شهر في ابو ظبي بديهم حته الابلاغ، لان طلع الابلاغ السنوي للشركات وامتحنتهم في انهم ياخدوا الضبطيه القضائيه موظفي البيئه والقضاء وكلاء النيابه هناك، لان خلاص بقى الابلاغ سنوي الزامي مندثري بقرار رقم واحد لرئيس هيئه البيئه في مصر. والعالم كله طلع 64 قانون لحد النهارده، لكن القانون الكبير اللي طلع القانون الاوروبي CSRD، التوجيه الاوروبي CSRD، عملوا معايير ملزمه اسمها ESRS، معايير الاستدامه الملزمه 12 معيار، وفيهم معيار يخصنا احنا بقى هنا في مصر اللي هو الفاليو تشين، بصمه المورد. يعني انا عشان اصنع البدله دي في اوروبا مش كفايه ان انا اقول خدت مني كذا وعملت كربون قد كذا وانا بصنعها، لا، لازم تضيف عليها بصمه المورد اللي جابها لك وزرع القطن ده فين؟ في مصر، وعملوا غزل ونسيج ونقل عشان يضيفوا على البصمه الكربونيه للمنتج عشان ياخد جريد 1 ولا جريد 2 ولا جريد بي. فاصبح الزامي النهارده البصمه الكربونيه بتاع المورد. لا، ده اللي اكتر من كده، طلع لي قانون اسمه الاسبان، اللي قانون اوروبا دي بتتعامل بقوانين بقى مش معيار، الكربون بوردر ادجستمنت ميكانيزم، اليه تعديل حدود الكربون للصناعات كثيفه الكربون منها الحديد والاسمنت والالومنيوم والاسمده والكهرباء والهيدروجين، كل الحاجات دي كثيفه الكربون. فالحديد ده مثلا يجي 100 منتج صواميل والسوست ويايات والمواسير، طب انا عشان اصدرهم لاوروبا النهارده الزمني ان اعمل لهم البصمه الكربونيه دي. طب لو ما عملتهاش هدفع شهادات كربون لكل طن تقريبا 85 يورو لكل طن. يعني الاسمنت عشان اصدر الاسمنت بيعمل 2 طن، لو زدت عن الاي تي اس الاوروبي بطن زي ما انا بعمل دلوقتي هادفع طن على يعني 85 يورو، وابتدى تفعيلها من اكتوبر الماضي بس في التقارير، لكن الفلوس هتبتدي من السنه الجايه. يبقى انا اجبرني هنا ان انا لازم اشتغل واقدر منتجي. المشكله فين؟ ان انا برضو يعني انا دايما بقول إن او كل الناس بتقول ان مصر بتطلع يعني نسبه 6% من الانبعاثات. فقالوا لنا طب خلاص ورونا بقى عضلاتكم ادام انتوا ما بتطلعوش انبعاثات وصدروا لنا منتج اخر. 6 كام؟ 6%. انا عارف ان افريقيا كلها معلومه 3%. احنا بقى 6%، تمام؟ فقالوا لنا احنا بقى ادام انتوا بتتنصلوا من الانبعاثات زينا وبتقولوا بيانات بمزاجكم ادونا منتج اخضر زي ما احنا بننتج، ادونا منتج اخضر زينا. مش انتوا بتقولوا دايما ان احنا ما بنطلقش انبعاثات؟ ليه؟ بتلاقي احيانا الكلام متناقض، لان انا في وسط المنظمات الدوليه مراقب في اتفاقيه باريس وعضو لجنه الكباستي بيلدنج فيها، فتبص تلاقي بيقول لك البصمه الكربونيه للشخص المصري ما بتتعداش 2 طن في السنه. ده انت بني ادم لو حسبت عربيتك بتمونها 10 لتر في السنه في اليوم، يعني في السنه 3600 لتر، اللتر بيطلع تقريبا 2.25 كيلو كربون، يعني اقل حاجه 7000 طن في السنه من العربيه لوحديها، فما بالك بالاضاءه والسكن والاكل والسوليد ويست وكل الحاجات دي. لا، احنا في بصمات كربونيه عاليه جدا، والبيانات لازم نعيد تقديرها من تاني عشان
احنا دخلنا الحرب. ايه هي الحرب؟ الحرب السوء التنفسي في الخارج. لازم تقدم منتج اخضر، وبدل ما انا اعتبر ده عبء اعتبر دي فرصه. ازاي اعتبرها فرصه؟ اني انا اتحول بسرعه نحو الاخضر واخد مكان الدوله تانية. فبدل ما انا بصدر كميات ومصانع الاسمنت واقفه النهارده وبيدوها كوتا عشان مش قادره تصدر منتجاتها 50% تقريبا عطله، فانا ممكن الحق نفسي واخد حصه اكتر في السوق العالمي. وبدل ما دي تبقى عبء عليا تبقى فرصه. ازاي؟ التحول نحو الطاقه الجديده والمتجدده. مصر ضمن الحزام الشمسي وتقدر تعمل 500,000 جيجا في من خلال الطاقه الشمسيه والهيدروجين الاخضر وتخزين الامونيا السائله. والقصه كبيره، احنا ربنا حبانا هنا ان احنا نكون ضمن الحزام الشمسي، فممكن نصدر لهم زي ما قال كده رئيس اسرائيل في الكوب 27 الشمس في ازايز، قال لهم احنا هنصدر الشمس بتاعتنا. اشكركم لحسن الاستماع وتحياتي. ناخد من كلام معالي السفير مصطفى الشربيني فكره ان احنا الاقل تاثيرا في الانبعاثات الحراريه، بس للاسف مصر وافريقيا طبعا من ضمن قاره افريقيا الاكثر تضررا. وده هنرجع لها تاني، فكره الدول الصناعيه الكبرى يعني موقفها تجاه الدول الناميه او الدول الاخرى ايه. وكنا سامعين عن حوالي 100 مليار دولار كمساعده الدول الصناعيه الكبرى للدول الناميه. بعد اذنك يا دكتور، هروح لدكتوره اميره. طبعا انا امبارح كنت بتكلم مع الدكتوره اميره بقول لها